حمد. نستقبل اول اتصال معنا. اتوقع ان عندك خالد ولا عند خالد. طيب ما ادري والله. نجم من الاخوة، يا مرحبا يا نجم. اهلا وسهلا. نجم مع اي فريق؟ فريق خالد الزايد ولا فريق احمد العصيمي؟ فريق شاف بالهجاء، اللي هو فريق احمد العصيمي. طيب معك سؤال ومعك تايمر. التايمر بيبدا بعد الخيار يا نجم. اجاوب انا ولا الجواب بيكون بينك وبين احمد. بيكون بينك وبين احمد بالتعاون مع احمد. بتجيبون نقاط الفريق الاصفر. السؤال يقول: ماذا يطلق على اشد الليالي ظلمه؟ الخيارات: الليل اللائل، الليل العتيم، الليل الكئيب. احمد شو تقول انت؟ كئيب اتوقع. كئيب. وانت شو تقولين يا نجم؟ لا حد يتدخل يا عيال. يقول الليل اللائل، الليل العتيم، الليل الكئيب. احمد ايش قلت؟ عتيم. احمد يقول لك الليل العتيم، وش تقولين يا نجم؟ العتيم. العتيم؟ الله الله الله. طيب الله يعطيك العافيه يا نجم، شكرا لك. الاجابه صحيح. تتوقعون عيال؟ الف مبروك، اجابه خاطئه. الإجابة الصحيحة هي الليل اللائل. طيب النقاط وين راحت يا عيال؟ الخالد الزايد بريقة يستاهلون. شعلنين والله. حتى انت بعد غششنا شوي. لا وصيك. لا غششنا شوي بعد. تبي غشش الاسئله؟ ما اقدر. لو بيدي والله والله حديك. اسلم. النزاهة موجودة. شكك في نزاهتي ابو مشعار. طيب كم النقاط الحين اذا نبي نعرف كم حنا وكم النقاط؟ بتحسب نهاية الجولة، بنشوف من هو الفريق الفائز معنا في ثلاث جولات. طيب بسألك سؤال خالد. تفضل. قبل لا ناخذ اتصال. خالد الزايد قد تأثرت نفسيا سبت موقف؟ أعوذ بالله. لا أعوذ بالله. شوف أنا متأكد من سؤالي. سؤالي جاني يعني أنا تبحثت وشغلت النفوذ عندي ومصادري، واللي طلع معي ان خالد الزايد قد تاثر نفسيا بسبب موقف. اولا الله يبعد عنا المواقف اللي الشخص يتاثر منها بالحزن، وما في شخص يعني ما يتاثر مر عليه موقف حزين، موقف مفرح، موقف اي من مواقف كل شخص يمر فيها، والله يبعدنا عنها كلنا. ولكن قد تاثرت؟ نعم. تقدر تذكر الموقف؟ لا والله ما اقدر اذكره. طيب تاثرت بسبب شخص؟ وضح اكثر. ها؟ وضح. يعني قد تاثرت بسبب شخص؟ تحاول سؤال. لا لا سؤالي لا شف مواقف، مواقف واجد، ولكن نعم بسبب شخص. نعم. طيب ناخذ الله يطول عمرك. هذا الله يطول عمرك. ولكن انا ما ودي اتعمق معك في السؤال، ولكن بالعكس انا يكون بعلمك انا اعتبر كل موقف امر فيه هذا درس، سواء موقف سواء حزين او ايجابي او سلبي. نعم. فكل نعم كل شخص يتعظ من الموقف اللي يمر فيه ويتعلم منه ويصير اقوى كل ما جاته المواقف قدام. تعلمت من الموقف؟ اكيد اخذت درس. نعم. شو توصل له يعني؟ لا انا بشوف اخذت درس من الموقف ولا لا. اكيد حلو. اكيد نعم. حلو. يعني استعظوا يا جماعه. نعم. واخذوا من المواقف اللي تاثر عليكم. نعم الله يبعد دروس. عنا وعنكم المواقف. اللهم امين. طيب الاتصال جاهز يا شباب؟ عندنا ان شاء الله نعدم ساعه ساعه. طيب معنا الاخت ايمان من الرياض. يا مرحبا يا ايمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. اخت ايمان، قبل لا نسالك السؤال، مع اي فريق؟ فريق خالد الزايد ولا فريق احمد العصيمي؟ فيصل بن هدلان. طيب قوة قوة يا رب. الأخت إيمان راح لفريق أحمد العصيمي اللي هو الفريق الأصفر. طيب أحمد أخت إيمان وحد الصوت يا شباب. أخت إيمان السؤال بيكون إجابته بينك وبين أحمد.
بالتعاون بينك وبين أحمد إن شاء الله مثقف نطلع بإجابة سواء صحيحة أو إجابة خاطئة. سؤال يقول ماذا يكون صوت أوراق الشجر؟ زئير، حفيف، خرير؟ حفيف. طيب ثواني فيصل، شباب ثواني، ما الحين معتمدنا على الإجابة 100%؟ أحمد شو تقول أنت؟ الإجابة مشتركة صح؟ إيه خلاص أنا أعتمد إجابتها. تعتمد إجابتها؟ شباب أتمنى أن ما حد يتدخل ثاني مرة إلين تنتهي الإجابة سواء عند المتصل أو عند ال... يا رب عشان نأخذ نقاط القائد للمجموعة. وش قلت يا أختي إيمان؟ حفيف؟ حفيف حفيف حفيف. طيب عمنيب سمعني. ألف مبروك الفريق الأصفر للتعلم. ساعد ابيك تطلع معي تعال. بالله تراك قلت الموز يتحرك وايد. السلام عليكم وجهك مساء عظيمه. عليك قائد المجموعه. ونعم ونعم. خالد الزايد والمتسابق مساعد الزاهب. على ذلك. مساعد ترى من اليوم يعني يقول انت ليه ما تخليني اشارك؟ ايوه عندك مشاركه؟ لا ما عندي مشاركه شخصيه. ها بس الحسد 2000. ليه؟ هلا راحت الواحد يعني. ليه؟ بيني وبينك يعني ما حد يفرحني يفرح عيالي يقولون مساعد ما في من بداية البرنامج. عندك عيال انت؟ لا اللي بيجوا مستقبل. اي والله توريهم اتصالات. اي والله بعدين كرتون موز تشجعون عليه. ليه؟ والله كلام واحد يا شباب واحد يرد. سؤال اسقاط افريقي يا ما اسمح لي ما اسمح لي. وش تقول يا احمد؟ ما اسمح لي اسقاط افريقي. انت اسقطت على معليش معليش فريق الضيف معليش ما اسمح. بس 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 بالانجليزي بنانز. اوكي لا لا حلو في مشاركه ثانيه. خلاص بس الله يجعل فوق الجنه. لا مش اي واحد يطلع نعطي نقاط كذا ما يصلح كذا. ما عندنا اتصال ترى ثالث ممكن تجيك نقاط. كم اتصال الحين يعني؟ الحين اتصالين وهذا الاتصال الثالث. خلاص هي ثلاثه من معنى. طيب ام فارس من الرياض يا مرحبا يا ام فارس. السلام عليكم. وعليكم السلام يا اهلا وسهلا. كيف حالك يا ولد؟ عساك بخير؟ يا مرحبا بشرش بخير يا ام فارس وشلونك؟ يا رب لك الحمد لله. طيب ام فارس عندنا سؤال وقبل السؤال مع اي فريق انت؟ مع فريق خالد الزايد ولا فريق احمد العصيمي؟ الفريق الاحمر. الفريق الاحمر. الفريق الاحمر. طيب كم ام فارس بس يعني صوت. السؤال يقول يا ام فارس والاجابه بتكون بالتعاون بينك وبين خالد الزايد. السؤال يقول ما هو اصل الباستا؟ ايطالي روسي فرنسي؟ والله غش اسئله سهله ليه؟ اسئله سهله ليه؟ اول سؤال لا وش انا غشيت الخفيف حريف سليم. ام فارس ايش تقول؟ ايه اتكلم اي اجاوب انا اسباني اسباني. السؤال يقول لك ما هو اصل الباستا؟ ايطالي فرنسي روسي؟ انا عندي اجابه اكثر من اجابه. ايطالي ايطالي ايطالي. هذه هذه الاسئله دقيقه يقولون دقيقه كيف روسي؟ وش اللي روسي يا حبيبي؟ الباستا ينشدنا هنا بلا بلا شلون روسي؟ لا لا وش بحكم معك؟ هذا صوت بعد. لا لا حبيبي وش اللي مو ايطالي؟ لا ايطالي ايطالي لا اما الكوري يقول طالع 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 الباستا كوري هذا مضيع ما يعرف. لا لا ايطالي الف مبروك يا خالد. عارفين اللي جابه ما ينفع. خالد اكبر فانز الباستا سم من اكبر اخر باستا اكلته يا اخي هذه الاسئله اللي ها وش اخر باستا اكلته؟ امس بيبروني ولا لا لا بيبروني او ايش اسمه؟ ايش بيبروني؟ بيبروني باستا ايش عرفك انت؟ لا وش اي صح الله عليك بيتزا. لا لا البيتزا هذه لا مو بيتزا حتى بيتزا ايطاليه. بيتزا ايطاليه نعم. ايش تقرب للباستا طيب؟ عيال عم جماعه ولا؟ عيال عم قفر. عيال عم قفر اي نعم. لا لا بعدين في غش والله. ايه الاسئله سهله. انا متحيز؟ نعم متحيز. انا متحيز انا متحيز مع الفريق الاحمر. هذا حسيت الحمد لله يا رب ان مفاعل يا رب بيض الله وجهك. الحمد لله انا متحيز مع الفريق الاحمر. الله من بدري يا ابو ملاحي. ابشر بنا يا ابو ملاحي. ابشر بنا يا ابو ملاحي. وابشر بنا.
لا يا رب لا. طيب الاتصال جاهز معنا؟ من توقعون عيال؟ خالد. ميم من القصيم، يا مرحبا يا ميم. ريم ريم ريم. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ارفعي صوتك يا ريم. الحين واضح؟ الحين واضح. ريم مع فريق خالد الزايد ولا فريق احمد العصيمي؟ خالد. مع فريق خالد الزايد. طيب السؤال يقول يا ريم، تفضل على البوديوم، ترى في خصم. يقول لك ما هو الحيوان الذي تسبب في حرب البسوس؟ الناقة، الفرس، البغل. ايش جاك يا ريم؟ وش الخيارات؟ الناقة ولا الفرس ولا البغل؟ الابل. مأمن؟ البغل؟ انت شو تقول؟ لا الناقة. 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 انا اجاوب ما يصير. لا انا ما اخذ اجابتك. يا عيال عيال صوت. لا سمح. بتكلم ترى خصم. لا تقصد خاطر البنت يا خالد، خلها تجاوب. طيب قالت الابل. ترى متاكدين؟ واحد اي نعم. الاخت ريم تقول البغل وانت تقول لا، قالت الابل. لا قالت البغل. الابل الابل الابل. احنا نعتمد على الاجابه الاولى. الابل قالت. نعم. الاجابه الاخيره عندي. بغل. قالت بغل. الابل مش ناقة. ممكن كلكم كلنا مو صح. من يغش الاجابه يا شباب؟ مغشين. يقول من يغششني. لا انت ايش تقول؟ انا يعني سمعت البغل ولا الناقة بسرعه. ترى ممكن يجيك السؤال. الناقة. الناقة؟ ايه يا اخي. طيب ايش فيك؟ الف مبروك للفريق الاحمر، يستاهلون. حيك حيك. يا سلام. طيب الحين الكاميرا وين؟ الكاميرا بكاميرتك انت؟ ايه. وين توقع؟ بسرعة تحدك تجيبها. عشان اعرف يا اخوي. هذه هذيك؟ ايه. هذه توجهها كلمة الكاميرا؟ لا لا بس بعرف. هو بيغش هو بيغش عشان شوف. لا 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 بس بعرف يعني. ما شاء الله شوف كاميرا هنا هنا. ايه لان الكاميرات واجد. ما فكرت تدخل برنامج واقعي يا خالد؟ انا؟ ايه. كنت فكرت ولكن الربع دول قدامي ما خلوا لي شيء يجعلهم يسلمون. ترى في برنامج اسمه برنامج الاستديو بعد رمضان ان شاء الله تكون متواجد. والله ما ادري. تعلن التحدي يا خالد. تقول انا المركز الاول او نجم الجمهور ان شاء الله وانا مشارك. لا لك تسلم. لا والله على يمينك. كم سير بنا يا خال؟ عاد كيفيني ادخل والربع ذول عقب كلامهم؟ والله ما عاد ادخل خلاص. سلام. طيب معنا اتصال. الاخت ماريا من وين؟ من الرياض. اهلا يا اخت ماريا. اخت ماريا يا ليت ترفعين الصوت. الو الو. ايوه اخت ماريا ارفعي صوت شوي علي شمر. طيب ماريا مع اي فريق؟ فريق خالد الزايد ولا فريق احمد العصيمي؟ فريق ماجد نادر. من؟ فريق ماجد. احمد العصيمي اللي هو الفريق الاصغر. فريق ماجد نادر. طيب السؤال يقول سؤال صعب انا بنسى. اللون الاصلي للحجر الاسود، اسود رمادي ابيض. الاجابه بتكون بينك وبين احمد، شو تقول يا احمد؟ والله انت متعمد تعطيني اسئله صعبه. لا سهل هذا سهل. سهل مره. عطني اياه عطني اياه. انا اللون الاصلي للحجر الاسود. ابي اعرف اجابتها. طيب اخي غش 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 غش. الاجابه وش اجابتك احمد؟ ابي اجابتها. وش اجابتك يا اخت ماريا؟ احمد طالعني. احمد طالعني. ما في خيارات؟ الا اعطيتك خيارات. اسود رمادي ابيض. اتوقع رمادي كذا. خمس ثواني ثبت الاجابه. رمادي. حسيت رمادي. رمادي رمادي. انت شو تقول؟ يعطيك العافيه يا اخت ماريا. شكرا لك. شو تقول؟ احس رمادي. لو قلت اسود انا عارف تكمل الاجابه. حلو. احس رمادي. رمادي. عيال ايش تقولون؟ طيب الف مبروك ابيض عليكم الخصم يا الفريق الاصفر. ايش الاجابه؟ الاجابه هي اللون الابيض.
شوف الحين عطى اسئله حاتم الفريدي حاول بس اي والله النقاط لنا تروح لكم اي نعم تروح لنا الفريق الاحمر يا عيال لا خلاص حاضرين افا عليك الا جينا ليه لا تروح للفريق الاحمر يستاهلوا اخر اشد صعبه صح معنا والله ستة دقيقة يا لبيك يا فيصل نعم حرب البسوس معروفة لأننا صح كلنا حنا حجر أسود حجر أسود صوت إيش جرس أبيض ولا حجر أسود عيال بالله اقسموا لي على بن قماش أنا قلت أحد يتكلم عيال يا عيال أحد يتكلم ما نبكل شوي عيد عيال على خش فيصل شو تقول؟ لبيه أقول الأسئلة يا ولد هناك سهلة مرة وهنا صعبة. أقسم بالله العظيم ما رتب. أدري ما هو مرتبة. أنا أدري. وش تنصحني فيصل؟ يكون فيه كذا زجاج كذا تسوي كذا تسحب. والله العظيم ما بعلك هيب. جت الأسئلة عشوائية. جاء سؤال هنا وجاء سؤال هنا ومعنا اتصال واللي هو الاتصال الأخير. أم حلا من خميس مشيط. نعم. أم حلا. في أحد من الجنوب شيء. أم حلا أم حلا أم حلا كان سيشوف اتصال ثاني أم حلا يلا يا عيال نادي سوا أم حلا ردت أم حلا الحمد لله أم حلا موجودة تسمعينا كويس طيب إجابتك بتروح الفريق خالد الزايد ولا فريق أحمد العصيمي الفريق الأحمر اللي هو فريق خالد الزاي هلا يا هلا طيب السؤال يقول دعواتكم يا شباب إذا تحطمت طائرة على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا فأين يتم دفن الناجين الخيارات في بلدهم في بلد ال كيف في البلد التي وقعت فيه الطائرة لا يتم دفنهم كيف؟ الخيارات تقول في بلدهم في البلد التي وقعت به الطائرة لا يتم دفنهم ها؟ عيد السؤال عيد السؤال إذا تحطمت الطائرة على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا فأين يتم دفن الناجين؟ قلعنا هناك في بلدهم في البلد التي وقعت به الطائرة لا يتم دفنهم في بلدهم خالد شو تقول؟ تقول في بلدهم أنت أم حلا ممكن بحذف القوم والله صراحة ما عندي أي خلفية عن الإجابة ولكن مع أم حلا مع أم حلا بلدهم كنترول إيش تقولون ثواني يا تكتيك يصير أغير حلو وين دفن يا عيال أنتوا قرأت السؤال زين ما فهمت إذا تحط أم حلا الله يعطيك العافية أم حلا السؤال يقول لك أتمنى أنك تركز في السؤال إذا تحطم الطائرة على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا فأين يتم دفن الناجين؟ خيارات اللي هي وين في بلدهم أو؟ طيب السؤال يقول لك إذا تحطم الطائرة خلاص ثبتنا إجابة إذا تحطم الطائرة خصموا لي على حسن العجمي يا شباب في الكنترول إذا تحطم الطائرة على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا فأين يتم دفن الناجين؟ ما في حد مات ناجين يا ولد ناجين بدري يا اخي اجابتك خطا مبروك فريق الاصفر اقعد هو يعيد السؤال الحين ابى اجاوب ما خلاص لا هذا غش لا عطيت الخيارات شوف هي ما تعتمد على السؤال تعتمد على الذكاء نعم انا سالت الحين سؤال سهل اي والله انا اي والله ليش لانك جلست تقرا السؤال واستغربت لا حتى ما فهمت لا انا ما استغربت السؤال انا نفسي اللي جايتني قبل الفقره اصلا والله جاوب بقول اصلا جاوبين قبل ناجين كلهم جاوب هي تعتمد على الذكاء يا شباب خالد الزاهر انا موجه السؤال لام حلا انت انا يوم اعطيتني اياه بجاوب ما خليتني اي انا ما خليت خصم الحين انت ما قلت يا ام حلا هلا عقاب لك لازم تشيلنا ان شاء الله اجل اقسم علينا يا شباب الرجال ترى صوته حلو لا بالله وانتم بصركم تبون يشلشله ولا لا
انا اكلتها الحمد ان كان بيعود يشيل شله ولا انا ماني حمد خذ لكن الحين روح الحسن العجمي بما انه زعلان علي مره لا والله ماني زعلان لا 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 تجي بندر بندر والله والله بندر انا قلت غنيت والله بندر بندر عند بندر اي بندر خلاص بندر 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 انقذني انقذني يا بندر ارحب الله حيا كيف الحال ساك طيب ساك طيب اصدح بصوتك يا بنت لا لا كاتبها بورقه شو قصيده ولا ايه ترك مشبب وين هذه تجيبها معي ورقتك وين اسماني معتمد على الورق الله أقوى يا نصيبي وأنا وش بيدي كله ما عدلت واحد يميل الثاني ولا عوني بالهوى من نهار العيدي عادت تلعب على شباني سلامتكم طول عمرك الله يعافيك طول عمرك صح صوتك صح بدنك يا يا دكتور يا نقطة دقيقة يا عيال دقيقة يمكن مو من عندي لكن يستاهل من عندي 100 نقطة طيب أبو سمرة أتمنى أنك الآن تأتينا بكل قوة فارد عضلاتك ومتحزم ومعك الجوالات الآن معنا الجولة الثالثة قبل لا ندخل في الجولة الرابعة عفوا والأخيرة اللي هي جولة صقر جاكو توقع يا خالد المتسابق اللي بيفوز بصقر جاكو من فريقك ما بعرفه الله يوفق الجميع ولكن أتمنى أنه من فريقي أيضا تتمنى